إذن هذه هي الدخلة في العرائش الشهيرة، دخلة رائعة يعني توحي بأن مدينة العرائش مدينة إيكولوجية، يعني الأشجار تحيط من كل مكان، كذلك يعني دخلة واسعة فسيحة كيسموها الدخلة ديال العرائش، العرائش معروفة بالدخلة ديالها. هذا الآن هو هي غابة مشيت غابة الأوستال، الآن هذا هو. كذلك كنلاحظوا بأن أهل العرائش والناس ديال العرائش كيقوموا يعني بالخرجات هنايا والرياضيات، يعني كيقوموا بالترفيه والرياضة هنايا. عندنا هنا سوق مرجان، سوق تجاري، سوق مرجان، الجامعة ملحقات جامعة عبد الملك السعدي. إذا الدخلة ديال العرائش كما كيقولوا العرائش معروفة بالدخلة ديالها. دابا حنا بغينا كما كيقولوا العرائش خاصة الدخلة والخرجة، جات هذه تاريخية كيقولوا الدخلة ديال العرائش، يعني ملي كانوا كيدخلوا دائما في الكرة كيكونوا يربحوا، ولكن من بعد كتسالي يعني المقابلة كيخسروها. هذه الدخلة الأولى اللي كتكون واعرة، ولكن دابا حنا بغينا حتى الخرجة يعني تكون ديال العرائش حتى هي واعرة. La rentrée de la ville de l'Arrache est plus vaste et plus belle entrée d'une ville écologique. فضاء أوستال، فضاء يعني رياضي وفضاء إيكولوجي، كذلك فضاء منتزه أوستال كذلك حتى هو من معالم إيكولوجية وسياحية بمدينة العرائش.